بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب بخير جميعا. اليوم إن شاء الله بإذن الله الحلقة راح تتكلم عن مجموعة الأدوات اللي احنا محتاجينها علشان نبتدي نكتب جافا سكريبت. والملخص العام اللي احنا محتاجينه علشان نكتب كود للجافا سكريبت محتاجين حاجتين اتنين على وجه التحديد يا جماعة، وهم كده كده اوريدي احنا عارفينهم. اول حاجه محتاجين كود اديتور، والكود اديتور اللي احنا هنشتغل عليه في التوتوريال ده كله بيكون عباره عن اتوم. انا ممكن نجيبه من الموقع الرسمي بتاعه atom.io وننزل اصدار ال 64 بت ونعمل له انستول تقريبا حجمه في حدود 180 ميجا، وبيتسطب بشكل صامت. بعد ما تنزله هياخد دقيقه او دقيقه ونص على ثانيه يتسطب وبعدين يظهر الواجهه بتاعه. ده بالنسبه للكود اديتور اللي احنا راح نشتغل عليه باذن الله. الجانب الثاني بيكون عباره عن البراوزر، البراوزر اللي راح نشتغل عليه بيكون عباره عن كروم. حضرتك ممكن تشتغل على اي براوزر بس شرط انه يكون ابديت. حضرتك ممكن تشتغل على اي كود اديتور يعجبك براحتك خالص، بس احنا راح نستخدم اتوم علشان فيتشر جميله خالص هنتكلم عنها في خلال لحظات. ايه الفيتشر ديت يا جماعه؟ حاجه اسمها اتوم لايف سيرفر. اتوم لايف سيرفر دي باكج بتركبها على اتوم وبتخلي لك الصفحه بتاعتك يتعمل لها ابديتنج بشكل لايف كانك موجود على لوكال سيرفر، والناس تعرف يعني ايه لوكال سيرفر لو كانت اتعاملت مع لغه من لغات السيرفر سايد سكريبتنج لانجويج واللي فيها ممكن جافا بتلعب حبه صغيرين منهم يعني. طيب ايه الفكره فين؟ بعد ما تفتح اتوم حضرتك هتروح على اتوم يعني. طيب الفكره ببساطه حاول تكتب اتوم لايف سيرفر عشان توصل للصفحه بتاعتي دي، يعني اكتب اتوم لايف سيرفر في جوجل وهنت انتر علشان يوديك على الصفحه بتاعت اللايف سيرفر في اتوم. بعد كده خد الكلام ده بكوبي، اللي هي كلمه اتوم لايف سيرفر دي خدها بكوبي وافتح الاتوم. وعايزين نروح للسيتنجز، ممكن من فين بريفرنسز. طيب وانت ممكن تضغط على كنترول كوما هيفتح لك الوزارد بتاع السيتنجز، او من فين او تقريبا من فيو، لا سيلكشن، لا فايند، لا في فايل. طيب بريفرنسز ممكن اور سيتنجز، من فايل سيتنجز يا جماعه اللي هي كنترول معاكم. طيب اوكي، بعد كده هتضغط على انستول، وبعد ما تروح على انستول هتروح الحاجه اللي انت عامل لها كوبي تعمل لها بيست هنا وتضغط على انتر علشان تبتدي الوزارد بتاع السيرشنج انت بتدور عليها. طب بعد فكره اتوم زي موضوع الويب ستور بتاع جوجل يا جماعه، يعني انت بتدور على الحاجه وبتعملها انستول بس. فاول نتيجه عباره عن اتوم لايف سيرفر دي انت هتعملها انستول. انا طبعا لاني عامل لها انستول فهي هتنزل معاها حاجه اسمها ديف لايف ريلود، الاثنين دول هتلاقيهم شغالين مع بعض. الشاهد يعني انا طبعا عامل لها انستول عشان كده مش مديني ان انستول وهي شغاله كمان. وقت ما نيجي نحتاج ان شاء الله باذن الله هنتعلم ازاي نتعامل معاها. جهز الادوات بتاعتك ديت وان شاء الله باذن الله نكون منطلقين السيشن اللي جاي علشان نتكلم عن امر جدا جميل جدا رائع ما نعدوه بالكونسول. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.